page 19, fait un serment deuxième année. Donc l'activité numéro 2 كتقول dans une classe de 30 élèves et d'un واحد قسم كاين 30 تلميذ le 6e de ces élèves portant des lunettes اذا السدس ديال هاد التلاميذ عندهم يمتلكون النظارات quel est le nombre d'élèves qui portent des lunettes dans cette classe اذا ما هو عدد التلاميذ الذين يحملون النظارات في هذا القسم اولا quelles sont les expressions qui répondent à la question اذا ما هي التعابير التي تجيبنا على هذه على هذا السؤال ثانيا calculer le nombre d'élèves qui portent des lunettes وثانيا احسب عدد التلاميذ الذين يحملون النظارات اذا هنايا بالنسبة باش نشرحو مزيان دونك قلنا بأن الكلاس عندنا فيه 30 إليف إذا القسم كامل فيه 30 إليف مزيان وقالوا لنا لو سيزيام إذا لو سيزيام ديال هاد لي زيلف هي كنقصدو بها هي واحد على ستة يعني السدس هو لو سيزيام ديال هاد ديال هاد 30 إذا السدس إذا السدس ديال اش ديال 30 هما اللي كيحملوا النظارة إذا شنو غادي نقولوا ليها واش زائد غنقولوا 30 زائد السدس ما يمكنش واش غنقولوا 30 ناقص السدس السدس ديالاش ما يمكنش إذا الكتابة اللي يمكن لينا نكتبوها صحيحة هي 30 مضروبة السدس يعني 30 غادي نقسموها على غنضربوها في واحد وغادي نقسموها على على 6 غنديرو كتساوي هي 30 مقسومة على 6 إذا الإكسبرسيون اللي كيمثل لينا اللي كيجاوبنا على السؤال هو هاد الإكسبرسيون والجواب ديالنا يعني هذا السؤال رقم واحد بالنسبة للسؤال رقم جوج الجواب قالوا لينا كالكولي إذا غادي نحسبو لي زيلف يعني غنحسبو العملية هي قلنا 30 قسمة على 5 كما تعطينا هي 30 قلنا 30 مضروبة 1 على 6 قلنا كتساوي هي 30 30 ديفيزي باغ 6 صافي 5 دونك غنجيو غنقولو 5 إليف 5 élèves portant des lunettes. Et bien, nous avons 5 ديال التلاميذ اللي عندهم النظارات. فوالا طيب. إذن موعدنا في اكتيفيتي القادمة إن شاء الله الرحمن الرحيم. خليناكم على خير.